انت وعدتني ان الصبح رح نطلع من هون. ما فينا نروح سالي، بالاول لازم نبلش شغل. قلت لي بدنا نرجع الصبح على البيت، ليش غيرت رايك؟ لا ما غيرته، بس ما معي مصاري. نركب القطار مره تانيه، انا بدي ارجع لعند ماما وبابا على البيت. خدني على البيت، انا ما حبيت هذا المكان. وانا كمان بدي نرجع على البيت. اذا حكيت مع بابا وقلت له ما بدك عمك ياخدك ما رح يخليك تروح. بترجاك يا اخي، خلينا نرجع على البيت. خلص لا تبكي، راجعين على البيت. اسرع اخي، سوق بسرعه. طيب قل لي لوين رايح باسطنبول؟ على اي مكان بالضبط؟ بكل مكان، رايحين ندور على اولادي عثمان. خلص نحن رح نرجع على البيت، فيك تخبر العم بس يجي؟ وشكر لنا يا لانه ساعدنا وخلانا عنده امبارح. يلا سالي. اخي شوف وصل هاد العم لهون. رح نشكره ونحن رايحين. اياد وقف، لا تطلع من هذا الباب. ليش؟ طلع من هون وكون سريع، بدون ياخذوها لاختك. في باب ورا رح اخذكم عليه، امشوا يلا بسرعه. بسرعه سالي كده يلا. ما بعرف كيف اشكرك يا عم عمر. يلا روح من هون بسرعة، يلا اركضي خلينا نسرع. بسرعة سالي، يلا اختي اركضي بسرعة يلا. صار الوقت، فوجي بالبنت. جيب اخوها كمان. قلت لك بس البنت. عمار وين راحوا الاولاد؟ تركتهم هون من شوي وانا رحت على الحمام. معقول يكونوا هربوا؟ ما بعرف، قلت لك ما كنت هون. الله يلعنك معلم نهاد. معلم معلم شو صاير؟ لحظة، في مصيبة، هربوا الأولاد، فتت وما لقيتهم جوا. الله يلعنك، بتعرف شو عم تحكي؟ اسمع، بتروح من هون بتدور عليهم، جيب لي البنت يلا. خليك انت. يا رب يكونوا بعدوا، يا رب ما يمسكون. أخي خلينا نرتاح سالي شوي. سالي لازم تتحملي كمان، اركضي. والله تعبت يا أخي. ما فينا نوقف، تحملي شوي اركضي سالي يلا بسرعة. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.